صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك. زي ما عودناكم في برنامجنا أن احنا بنقدم ما بين فقرات مطبخ وما بين فقرات اهتمام بصحة المرأة وبصحة كل أفراد المجتمع. النهاردة معنا فقرة مختلفة، فقرة تتناول مشكلة يا جماعة. المفروض أن احنا أي واحد بيشتغل أو بيعمل في أي مكان أن هو بيشتغل عشان يتقاضى أجره وعشان يقبض مرتبه أو عشان أن هو يكسب لقمة عيشه، زي ما بنقول كده بالبلد بعرق جبين. مشكلتنا النهاردة مع مجموعة من الشباب العاملين ومع ذلك ما بيقبضوش مرتبته. ده اللي هنعرفه منهم النهاردة من خلال لقائنا معهم، وهم هيعرفون على نفسهم ويعرفون مشكلتهم إيه بالظبط. صباح الخير. تفضل. عرفنا بنفسك. محمد. تمام. مركز سوهاج، تابعين فريق طب البقري سوهاج. تمام. طبعا استاذ محمود محمد حسين شحاته، محافظه سوهاج مركز المراغه، موظف مديريه الطب البقري محافظه سوهاج. تمام استاذ اشرف الدردير محمد، موظف بالطب البيطري بإدارة سجل البيطري. تمام. اكرام منير الجامعي، موظف بمديريه الطب البيطري ادارة سجل البيطري. تمام، شرفتونا يا جماعه النهارده. صباح الخير عليكم جميعا اولا كده. طيب نحب من الاستاذ اكرامي كده نسمع برضو كده كل واحد نسمع مشكلته كده. والله يا فندم انا موظف من يوم 5/12/2016. تمام. حد الان انا ما صرفتش غير 6 شهور بس من مرتب. من مرتب ومعي ورق واثباتات. تمام. معي جوابات تثبت بالمده اللي انا متى صرفتها والمده اللي صرفتها. وما زلت في العمل يا استاذ اكرامي؟ ما زلت في العمل شغال. ما فيش اي انقطاع من العمل؟ ما فيش اي انقطاع ولا اي حاجه. تمام. ولما اروح مديريه الطب البيطري في سوهاج يقولوا لي لسه الورق ما خلصش من وزاره التنظيم والاداره، لسه الورق ما خلصش من وزاره الماليه. تمام. لسه الورق ما خلصش من وزاره الزراعه. تمام. والحال زي ما انت شايف. نرجع المديريه ثاني، الموظف يقول لي روح لفلان، مديريتي يقول لي روح لفلان. ناخذ بعضي ونمشي. تمام. نجيب شهر واثنين وثلاثه لما نرجع. اصبر، ده احنا بعتنا الورق مصر وما حدش رد علينا. والله استنى. طبعا انا اخذت كلام وثقه ومشيت. تمام. طبعا نرجع بعد شهرين ثلاثه ثاني على مدى الحال لحد ما مرتبي خدوا كده داخل في اربع سنين ونص. ما اخذتش اي فلوس غير 6 شهور بس. يعني كل اللي قبضته من مده العمل بتاعتك 6 شهور. 6 شهور بس. تمام. وشغالين تحصين، وشغالين لجان تحصين بره، وشغالين كل حاجه مع الدكاتره. حتى ما تيجي المكافآت انا اخدوش، ما يعني ما تذكرش اللي تتاخد يعني. تمام. بس تصرفوا لكم مكافآت؟ بتاخدوا مكافآت يعني المفروض احنا قليله أيوة مثلا بس بتاخدوها يعني. بالنسبه للمكافآت بتاخدوها. تمام. طبعا يعني قليله بس بالنسبه بتاخدوها يعني. تمام. طيب اشرف تعليق حضرتك ايه؟ فندم هي حاجات رمزيه ماشي احنا بناخدوها، بس احنا يعني حضرتك شغلنا بره. تمام. ما مساعدش لان دلوقتي ما ناخدوش مرتبات. تمام. تاني حاجه طبعا لنا 4 سنين ما فيش اي قبض. انتوا كلكم تقريبا مستلمين الشغل في ميعاد واحد؟ في ميعاد واحد. تمام. في نفس المواعيد. انا تمام. حضرتك شهور او حاجه؟ حضرتك احنا معانا اسر ومعانا عيال وبتاع. طبعا في متزوجين. ما احنا متزوجين وكل واحد معاه 5 6 عيال. تمام. فحضرتك ما فيش اي دخل. الوظيفه طبعا لحد الظهر، بعد الظهر هتروح فين؟ تمام. ما فيش اي حته هتعمل ايه؟ تمام. هتشتغل مثلا باليوميه بره في اي حكايه بره. طبعا هتضطر تلجا لاي عمل تاني عشان برضه تساعد معاك على المعيشه. طبعا يا شباب، طبيعه عملكم ايه في الموضوع ده بالظبط؟ صمد. والله احنا يعني لو
سالته كده تلقانا احنا ملتزمين بسم الله ما شاء الله بالشغل، حبينا شغل الحكومه، مش قادرين نسيب الشغل. هرب من المايك شويه صح؟ مش قادرين نسيب الشغل ابدا. ليه؟ ان احنا طبعا بسم الله ما شاء الله طبعا الروح طبعا ملتزمين، حضور وانصراف وتقصير وشغل بره وشغل جوه. يعني بتطلعوا كمان مأموريات وبتتحركوا كمان في شغل موظف عادي ما فيش اي مشاكل. تمام. حتى الناس يعني في المديريه حاسسك انك بتطب وانت في الاصل كتر التحركات بقى طبعا انت في الاصل بتاخد خط سير ومأموريات طبعا. بالظبط. تمام. وعندنا طبعا اي اثباتات عندنا عقود مختومه، عندنا جواب من الاستاذ اكرامي عندك بالنسبه لل الاستاذ اكرامي تفضل. ورقه منه هاي ورقه هي تثبت بالمده اللي انا ما صرفتهاش والمده اللي انا صرفتها دي مختومه من مديريه الطب البيطري في سوهاج. دي علينا احنا كلنا كل الزملاء كل الزملاء. المشكله تسعه افراد يا جماعه، تسعه افراد بس طبعا المتواجد معانا اربعه منهم. هي القضيه واحده كله معاه نفس الجواب، نفس الخمسه التانيين برضه نفس المشكله. نفس المشكله نفس المشكله، ومعهم اسر معهم اولاد ومعهم كل شيء. كله يصرف على امهاته ويصرف على اولاده. بس هنيجي كل واحد عنده مشكله، هنيجي كلنا احنا تسعه نقدر نعمل ايه؟ تسعه لو ده تمام. زي ما هو الورق معاهم هنا. وحضرتك انا ضربت فاكساتي وزاره الزراعه، ضربت فاكساتي وزاره التنظيم والاداره التنظيم في القاهره، وضربت فاكساتي وزاره الماليه، خديها فاكسات اهي. مفيش اي ردود عليكم؟ طبعا مفيش اي رد، مفيش اي رد خالص. مفيش اي رد، محدش رد على حد، محدش متردد على حد، محدش هيسال في حد. يجي يقول لك الشهر الجاي، طب الشهر اللي بعديه، طب يديك كلمتين هديك وانت طبعا هتعمل ايه؟ هتسيب الشغل لك اربع سنين ما قبضتش. تمام. لا راتب ولا حوافظ ولا بدل نقدي ولا اي مستحقات، هتسيب الشغل دلوقتي تروح فين؟ وانا عندي 37 سنه دلوقتي، مفيش اي مصلحه حكوميه راح تقبلني طبعا. تمام. هو كلكم تقريبا ما بين في الثلاثينات تقريبا كلكم. كله معدي 37 وداخلين على 30. ودكيت اي مصلحه حكوميه تجد يعني نازله، اول ما ادور ادور على السن. تمام. سنك كام؟ ما اقولكش انت اعور مشلول، سنك كام؟ تمام. طب انا باش انا معي ورقه جايبها من التنظيم والاداره في القاهره، دي جايب الموافقه من وزاره الماليه ووزاره الزراعه، وختمين لي اعطوني صوره طبق الاصل، وقالوا لي تديها لمديريه الاداره التنظيم في سوهاج. اعطيتهم قلت لهم دي صوره من ما هم يبعثوا لكم الاصل، خدوها مني ورحت سلمت شغلي في مديريه الطب البيطري. المفروض انا نقبض شهريا. تمام. طب انا فين ورقه دي؟ ورقه رقم ما قبضتش. انا كنت داخل قبل زملاتي ب 40 يوم. ومفروض كمان حتى كوظيفه حكوميه المفروض ان انتوا كده كده الحكومه بصراحه يعني كل شهر مرتبات كل الموظفين فيها بينزلوا. يا باشا حضرتك لو كل شهر مرتبات الموظفين موظف من الحكومه فيش فيها اي تقصير من زمايلنا المثبتين. تمام. لو الاجازات اتاخرت او الحوافز اتاخرت الدنيا بتخرب. ما بالك انت طبعا انت ازاي تشتغل شهريا ومستني الراتب ده عشان تمشي امورك وحياتك ومعيشتك؟ ما بالك انت ما بتقبضش اي حاجه، طبيعي ان انت هتستنى المرتب. نضرب الفيزا لمؤاخذه يا باشا، نلقى فيها 200 250 300 مبدولة تبعي مدير، لا دي فلوس التحسينات اللي هي المأموريات اللي بتطلعوها او كلام من ده. ده كل سنه ده العدوى او كلام من ده بتاخدوه؟ لا 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 ولا حوافظ ولا اي حاجه تبع المرتب. ومن خلال يعني الاوراق اللي احنا عرضناها لك طبعا وقله المرتب، احنا بنناشد يعني احنا المسؤولين بنناشد، لان احنا يعتبر يعني ضعفاء او مثلا عاوزين حق يعني. ده احنا طبعا بنضم صوتنا بصوتكم في ان الساده المسؤولين ينزلوا في الموضوع ده ويشوفوا الموضوع. بص علينا يعني، لان الموظفين يعني بتعمل طبعا، بس المفروض ان رواتب الموظفين بالذات في الجهه الحكوميه بتنزل كل شهر ثابته، ما فيش فيها تاخير طبعا. لا ما فيش، انما اربع سنين ونص ده كتير يعني. عندنا في المديريه يقول لك ليك جنيه عند الحكومه هذا. لا ما هو فعلا ما مش انت هتاخد فلوسك، بس الفكره ايه؟ طب كم سنه؟ حضرتك كل سنه بيجدد لك العقد ومفيش اي قبض سنوي؟ كل سنه بيجدد لك العقد سنوي يعني على باب اول. على باب اول. عندي عقد 5/12/2016، 5/12/2017، 5/12/2018، 5/12/2019، 5/12/2020. طب انا عاوز نشوف من العقود اللي انت مضيتها لي كلها، اعطيتني كم شهر في غرم الست اشهر، يعني العقود دي انا وديها فين؟ ومضيها لي وختمها لي وكل حاجه، يعني انا معي ورق قهوتي كانوا يبعثوا لي وزاره التنظيم، ها روح خلص اوراق هامه، وروح نسال في الوزاره هنا يقول لي والله يا استاذ اكرام احنا ما حد بعث لنا جوابات.
وواضح ان انت استاذ اكرامي مع الاستاذ اكرامي يا جماعه معاه ورق مختوم من جهاز المركز للتنظيم والاداره تمام، وورق وصور طبق الاصل واختام كلها طبعا. نروح نسال الورق يقول الورق والله ما في حد بعت جوابات. تمام طبعا انا مضطر رن وانا قاعد يا عم ده الورق وصلهم. طب يا الناس يعني هتكذب علي الناس؟ طب انتوا بعد ما قبضتوا من انتوا قبضتوا بتقولوا ست شهور، اول ست شهور اشتغلتوهم قبضتوهم، طيب بعد ما المرتب انقطع بعد الست شهور طيب ايه التصرف؟ مستنين الرد من فوق. التصرف كل ما ايه مثلا ايه اللي حصل ان المرتب اتقطع؟ التصرف كل ما نزلتوش على الميزانيه. ما نزلتوش على الميزانيه، مالكمش ميزانيه لسه؟ ميزانيه ايه دي؟ ما اعرفش. كل اللي اقول لك في البطل عندنا اقول لك الجهاز ما فيش، ما ردش عليه جهاز التنظيم والاداره، الجهاز ما ردش يرد عليه، فالجهاز ما خلصش. كل ورق. المشكله اقول لك كل المشكله وزاره الماليه ما ردتش. لا بس انتوا كده الوقت واخدين ورق مختوم اهو، معانا جميع اوراق، احنا معانا عقود ومعانا اوراق وحكم اللي ورتهولنا من مجلس الدوله برضو قبل الحلقه. ايوه بالظبط، يعني كل حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني فندم احنا باعتين فاكس. تمام باعتين فاكس المكتب رئيس الوزراء. تمام هويتي هويتي الرد بتاعه هو اوراقكم مظبوطه وسليمه، احنا بس مش عارفين المشكله فين برضو الوقت طبعا. تمام طب يعني كلمونا طيب عن طبيعه شغلكم ازاي، انت وظيفتك ايه بالظبط برضو؟ انا فندم انا شغال ايه طبيعه عملك برضو؟ طبيعه عمل احنا هنطلع لجنه تحصيل مواشي. تمام اذا كانت لجنه تحصيل مواشي يا حمى قلعيه يا جلد عقدي يا لجنه رش. تمام طب انت هتطلع مع الدكتوره، انت المفروض انت ما هتطلع مع الدكتوره ما تحجنش، انت بتمسك الكل من تمسك الكل من بس انت تمسك الكل العده تمسك الكل من تفضل الدكتوره لازم تشتغل بيها تسحب وتديها لك وتفضل الدكتوره تعقلي. طبعا ما فيش شغال احنا زي كده، احنا شغالين انا متعرض لل اخش على المواشي، يعني ممكن نروح بطلقم ده يعني نروح بيه شفت يعني ممكن ما تلقاش حته سليمه من درب البهايم من درب المواشي دي ترفصك دي توقع في حته وحله طينه يعني هتروح متعرض للكسر متعرض للتعوير متعرض لاي وبعد اذنك احنا اصلا مساعدين طب بيطري يعني ده شغله هو احنا نساعدوه بس لا احنا الشيله كلها شايلينها احنا يعني انتوا المفروض اصلا بس يا دوبك يعني تناولوا حاجه احنا مكتوب شغلنا كده زي شغل التمريض احنا عمال بس مكتوب مساعد طب بيطري تمام ده المسمى لا الدكتور والدكتوره بيقعدوا واحنا اللي بنشتغل ومن غير اجر طبعا ما فيش مواعيد ثابته اجر انا عند الله يعني من الساعه 7 الصبح للساعه 2 الظهر يا باشا يعني في الشغل يبقى في طبعا سهر بقى واوفر تايم وكلام يعني في سهر اصلا المفروض في مواعيد شغلكم لا 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 هو ممكن مثلا تخرج الصبح لا المصالح الحكوميه اخرك 2 لو في لجان تحسين ضغط عليك ممكن تروح الساعه ولا النجان برضه ممكن تروح المغرب بتكلم على تروح المغرب ايوه النجان المغرب ساعه الحمله يا باشا ايام الحمله لما تبدا الحمله احنا ممكن نروحوا بعد العشاء من الساعة 7 الصبح أيوة أيوة. بعد العشاء تمام وانت بتلف في البلاد وتحصن المدير ما يروحش غير لما يخلص الشغل كله اللي معاه وصلك لما كل البيت اتخبط عليه لو سمحت عندك بهايم اتحصنها زي حضرتك بتعمل اللي بتحصل كده بالنسبه ايوه أيوة. أيوة. هي هي العادية ايوه هي هي لو سمحت عندك بهايم تحصنها اقول لك ايوه ماشي عندي بهايم احصنها او ما عنديش بيت بيت كل بلد فعلا هتخش بيت بيت انت بتشتغل شغل ده تعمل ايه يا باشا وتبقى يومك حلو لو انت في لجنه رش يعني ربنا يحبك تروح من البيت عينك دي وارمه من السم وعميان وعينك دي ما راقبش من السم تقيل تمام ارشوه احنا تخش البيت وترش الحيطان وترش السقفيه لا مؤاخذه بالمواشي بالكل يعني مثلا في المكان المخصص او في الحظيره بتاعت المواشي او الكلام ده تخش ترش البيت بالبهايم دي اسمها لجنه رش تمام اول ما تخش ترش وربنا يكرمك بشويه تراب وشويه هلوس عليك تطلع حمد وشكر تتعرض لاي حاجه طبعا اي عدوى واي اصابه برضه تروح ما تعرف تنام من عينيك والعينيك دي ورمه بس ما فيش مثلا اي جوانتيات مثلا او جلافز او حاجات من ماشي هو بيديك جوانتات وبيديك طبعا ما لا بيديك جوانتات وكمامات مش يعني ما بتصدش برضه قد كده لا 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 طبعا السم قوي السم شديد تقيل السم شديد تجيله بعدين معانا ماتور لا مؤاخذه حضرتك كبير خالص تمام الماتور بنعالجوه في العربيه ونخش بيه على كل قريه كل قريه تخش على كل بيت وصل لك تمام كل بيت ترش البيت وترش لا مؤاخذه المواشي واستاذ اسلام طبعا احنا عندنا ست عمال طبعا خدمات معانا احنا 9 ثلاثه دول سواقين يعني السواقين دول في منهم على حصل خانه اصحى بدري من بعد الفجر دول مطحونين برضه
يعني دول هم تبعنا تمام. يعني كل العبء الناس اللي جاي جديدين طبعا زي نحن مثلا 3-4 سنين شايل شغلكم، شايل شغل يعني ضغط ضغط، يعني مش عايز نقول لك ما حدش يقدر يستغنى عنه، واخذ خبره تمام. ما تعتبر انتوا كده الخبره يعني عندكم انتوا قسم كامل، يعني السواق مثلا ماسك قسم برضه يوديه ويجيبه وكده، طوق سير داخله برا وجوه. يعني انتوا معاكم ناس من 9 سواقين برضه؟ ايوه سواقين. وفي المديريه برضه 3 في ثلاثة، وانا سواق منكم سواقين. لا اللي بيعمل رسمي سواق 3. ايوه الثلاثه الرسمي، انما انتوا تمرجيين وخدمات معاهم. ايوه انما اللي بيعمل رسمي سواقين 3. سواقين 3 في المديريه. وما فيش برضه القبض ولا فيش فلوس داخل برضه نفس البيع. احنا عايزين ننشدوا المسؤولين عن مستحقاتنا. احنا عايزين ننشدوا المسؤولين عن مستحقات صحبات اسر. احنا ناس صحبات اسر قاعدين في طبعا الأرياف. اكيد. وفي كل ما متزوجش يعني برضه مش هيعرف يتزوج. يعني بدانا من 930 جنيه الى 1000 1500 1800 2100 يعني رواتب، يعني مين يعني يفتح بيت بسيط زي كده؟ احنا ما شايفينهاش. الاول قبض خدناه 900. انت دلوقتي كده ما بتاخدش بقى خالص، انت ما تاخدش خالص 1100 ولا 1200 يعني مرتبات، يعني مش عايز نقول لك يعني. لا هو مش الفكره مش في المرتبات ايا كان، انت كده كده في زيادات سنويه وفي طبعا بالاضافه لمكافئات وكلام من ده تمام. بس احنا بنتكلم بس فكره ان مفيش مرتب خالص، يعني انقطع فجاه. ايوه انا هتكلم ان انت هتحكي على اللي انت خدته، وكان احنا فين اصلا. انت كده كده انت كده كده المرتب الراتب اصل الراتب ده بيبقى بتوافق طبعا شروط معينه وبتحط على مواصفات معينه. يعني مش يعني مش كل الاجور مش كل الاجور متساويه. 43 شهر تقريبا. هم 43 قلت 43 شهر. ايوه قطاع. ايوه قطاع مفيش قبض. الناشد المسؤولين الناشد. طب هو يعني حضوركم وانصرافكم مظبوط طبعا؟ مفيش اي مظبوط تمام. حضور وانصراف وخطوط سير ولجان وبتنفذوا الشغل بتاعكم طبعا. مش اي اعتراضات ما فيش اعتراضات. ما نعترض عليه مسائل اقسام الاستسلام. نعترض انا ليه 4 سنين ايه اللي خليني نعترض عليه ثاني؟ عايزني اعرف نعترض يعني انا شبل. انا ما نجيك انا ونقول لك لما نجيك ونقول لك استسلام انا فين ده كشكول حضور وانصراف تمام فاهمني؟ ده اللي بس انا ماسك ليلي بس مثل الوقت الليلي ده بتاع النبطشية من دفتر كبير النبطشية ده بالنهار لان ده ماسك ليلي تمام؟ تمام مختم عندي هو مختوم دفتر رسمي اسال جميع الرؤساء بص كم شهر واضح حتى ما فيش اي يوم تشطيب ولا في اي حاجة لا 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 بسم الله ما شاء الله يعني واضح انه ملتزم في الحضور وفي الانصراف يعني اسال اي رئيس قسمك او مدير الادارة بتاع ادارة ساقولتا او ادارة المنشاة او مدير طب البدر او رئيس قسم تمام؟ عن اي شخص من دول تمام؟ اقول لك ملتزم في الشغل مفيش غياب مفيش يعني في موظفين ممكن ثابتين يعني ولا شؤون قانونيه ولا تعرضنا ولا اي حاجه ولا غيبه. طيب ما حدش فيكم تحول في مره مشكله مثلا في الشغل مثلا جزاء لا لا لا. او مثلا انت مشكله لا. في شغلك احنا ما تاخرناش في شغلنا جم احنا حد يطلبنا لا يعني مثلا عملت قصرت في عملك في حاجه او مثلا مشكله مع حد من زمايلك في العمل او مع الدكتور بتاعك رئيس القسم ولا طلبناها دي عشان احنا بعقود جميع خايفين فما عايزينش الحته دي هو كل طلب مطلب حق احنا كنا خايفين يقول لك انت بعقد الناس البسيطه ما ينفعش تغيب ما ينفعش تعمل انت لسه جديد لسه بتاع فاحنا كنا يعني احنا هنروح فين دلوقتي واخدينها جد حضرتك يعني احنا هنروح فين احنا ما يعني ما لناش غير ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله والمسؤولين احنا ما شكوتنا للمسؤولين بص علينا احنا ناس صحبات اسر ناس ما يعني ما معناش على رزق يوم بيوم مده طويله يعني حضرتك 42 شهر يعني 4 سنين اصلها لك 4 سنين ما فيش اي لا هتروح حضور وانصراف وخطوط سير وكل حاجه من غير اي راتب هتطلع لجان وتطلع كل حاجه وهتدعك من غير اي راتب تمام تروح تسال عن راتبك سواء في المديرية سواء في القاهرة سواء في التنظيم والإدارة سواء في أي مكان هيهديك بكلمتين تمام والشهر الجاي إن شاء الله جايك تسبيد الشهر الجاي إن شاء الله جايك صرف مستحقاتك كلها الشهر الجاي جاي فبيهديك تمام وصلك حب المسكن بيهديك برا عن كده مفيش نهاية النار مكسور بس يعني أديك أمام الجماعة العاملين منهم كرامي طبعا اللي هو قدم كذا شكوى تمام كذا شكوى
مو في رد على استاذ كرامي؟ في رد؟ فيش رد. اي رد؟ انا بعت فاكسات ما حدش رد علي ولا اي رد. انا عملت فاكس في النيابه العامه معي ورقه اياها. النيابه العامه ما استدعتني تقول لي يا ابني انت شاكينا ليه احنا؟ قلت له يا باشا انا ما خليتش مصلحه حكوميه اللي ما اشتكيت فيها. انا صاحب اولاد عيال ومعي امي ارمله واسره هنصرف عليها ومعي امي هتتعالج ما لاقيش. طبعا كلكم عندكم التزامات وانا يعني انا مش عارف. هو سؤال محرج شويه. انا يعني طب انتوا عايشين ازاي ولا عايشين حضرتك احنا عايشين ايه ولا عايشين ازاي؟ ونعم بالله طبعا ونعم. انا ممكن لو روحت من الشغل يعني ما فيش يعني اللجان دي هتيجي اشهر. تمام. ممكن انا روحت الساعه 2 من شغلي يعني ربنا كرمني ممكن واحد مثلا عنده شويه طلوب انا ارفعهم لي انا اخد لي حاجه انت برضك. تمام. شويه رمله انا ارفعهم لي والله شويه في الزرع مع واحد نساعده فيهم يميلوا يديني حاجه. تمام. بس مش باستمرار طبعا. انا حاجات من دي بظروفها مش باستمرار. مش على طول. وانا يعني ما كنت جاي يوم جمعه واجهتي طول ننبه على واحد فاعل او واحد شغال يعني ورا بالنا نقول له معلش وقع عامل حساب يوم الجمعه. تمام. زي بعضه قبليها بيومين او بيوم اعمل حسابي معلش يوم الجمعه دي عشان ناخد عشان عايز نصرف لعيال. انا معي اربع اولاد ومعي امي ارمله والعمليه يا رب. طبعا الشغل ده بعيد عن مواعيد العمل الرسميه برضو عشان بعد الساعه 2 بعد شغلي بعد الشغل. تمام. احنا ما عندناش غير يوم الجمعه اجازه بس. يا استاذ اسلام انا شغال طول الاسبوع. طول الاسبوع شغال. تمام. ما عندكش غير يوم الجمعه بس اجازه. تمام. يا استاذ اسلام انا من قله المرتب ما عرفش نسكن والله. والله ما عارف نسكن. انت يمكن عندك يمكن انت شفت الفيديو بتاعي. تمام. الفيديو جاهز يا جماعه ننزله بعد اذنك. شوف. فما هنعمل ايه طيب؟ يعني حضرتك ما وبيت وما عارف انت شفته. طب وانت اشرف الدنيا ماشيه معاك ازاي برضه؟ والله انا زي كرامي برضه. برضه نفس النظام. نفس النظام. رزق يوم بيوم برضه. وعندك اولاد طبعا. معايا ستة. ستة اولاد ربنا يخليهم. امين يا رب. الاستاذ بقى المطلع. في مراحل طبعا تعليمية و في مراحل تعليمية كلهم. من اولى اعدادي وابتدائي فالواحد هيعمل ايه طيب؟ كنا صابرين صابرين علشان يعني هم اصلا يعني تقريبا انتوا برضه يعتبر عايشين في قرية برضه. كلنا في قرية. كلنا في قرى. يعتبر عايشين في قرية. دي من قلة المرتب. ومن أول من أول كورونا فالدنيا مفيش الحال نام. طبعا تحت الصفر عشان الحظر واصله لك هم عشان الحظر طبعا. فاحنا كنا صابرين قبل كورونا مثلا نقول لك الشهر الجاي ان شاء الله ربنا يسهلها. تضررت من موضوع الكورونا. الشهر الجاي ان شاء الله ربنا يسهلها. الشهر الجاي ان شاء الله يجي لك تثبيت ويجي لك صرف مرتبك. طبعا جت كورونا فالدنيا. رحنا للسيد المحافظ قبل كده عشان نشكي له شكوتنا. تمام. عشان نخرج الكورونا اللي فات. طيب هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلام. هنخرج فاصل وراجعين. ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في اطار الحديث عن المشكله اللي احنا بنتكلم بخصوصها النهارده مع الساده الضيوف اللي مشرفين النهارده في الاستديو. طيب يا جماعه احنا دلوقتي انتوا ما فكرتوش مثلا انتوا تسيبوا الشغل بعد الست شهور دول مثلا؟ لا ما ينفعش نسيب الشغل يعني على اعتبار ان مثلا ما فيش مثلا اجر دلوقتي. طيب احنا معانا الفيديو بتاع احد الضيوف. يا ريت ده الفيديو اللي قلت عليه استاذ اكرام. تمام. ده الفيديو اللي حضرتك ده المسكن اللي انت ساكن فيه دلوقتي حاليا. المسكن اللي انا ساكن فيه دي بص اهو. تمام. بص طبعا يا جماعه مسكن انا دي من قله يعني لا يكاد لا يصلح للسكن الادمي بصراحه. يعني يكاد ما فيش سقف طبعا في ظل الواحد بيبقى قاعد في البيت والسقف وقافل شابك وبردان يعني ما بال الناس ديت الدنيا عامله ازاي. بص السقف عامل ازاي في ظل يعني المطره دي والشتاء ده والبرد ده بتعمل ازاي؟ هو سكن المطره والثلج دي هو سكن دي يرضي ربنا دي هو سكن يعني انا اسف في الكلام لا يصلح لل دي يرضي ربنا دي استهلاك الادم. شوف العيال قاعدين ازاي في ال في ال طب الدنيا ما بتشتي انتوا بتعيشوا ازاي؟ اكرام الدنيا ما بتشتي كده انتوا قاعدين ازاي؟ بص لا ما هو كده يعتبر ما فيش عفش ما الدنيا بتشتي ما فيش والجو برد والله والله الجو برد والله ادت من قله المرد. لا الزكرام ربنا يعديها على خير باذن الله وربنا يسترها. لا 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 اجمد كده لا لا اجمد كده يا استاذ كرامي.
تتحلش ان شاء الله بامر الله. عيد ميلاد الذكرى ما هتتحل، ما فيش حاجه ان شاء الله هتتحل، ان شاء الله هتتحل، ما فيش حاجه بتتحلش باذن الله. احنا موجودين هنا النهارده عشان نقف جنبكم باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله لما تكون كاري نفر يوميه هتدي جار وهو ماشي قبل ما يمشي. صح هتدي جار، ولكن انا شغال من 5/12/2016 لحد الان ما فيش جنيه غير 6 اجر بس. امال فين يهودي ربنا راح فيه؟ ونعم بالله، ونعم بالله. لا لا تمسك كده اكرامي وباذن الله كل حاجه هتتحل. ويعني نقعد انا وعيالي في الطل ثلج وسقعه. ده انا النهارده جيت في قطر والله ما استحملت الهواء. امال العيال دي تعمل ايه؟ انت عندك كم ولد يا استاذ اكرامي؟ معي 3 ولد وبنت. 3 صبيان وبنت. وماي امي، وماي امي اربى لو تعبانه والدتي. لا تمسك كده، تمسك يا استاذ اكرامي، تمسك تمسك كده. ده ما يرضيش ربنا والله، والله ما يرضي ربنا. بس مسجد سيدك ما فيش اي كلمه يعني هم اللي شايفين استشاف المديريه يعني الواحد منهم ما يقبض ويروح بيته. لكن انا طالع من الساعه 7 انا طالع يعني حق مع الدكاتره، واروح الساعه 4، اروح الساعه 5، اروح الساعه 6 وراضي. ما قادرش نسيبها يعني وظيفه انا ولفت عليها حبيتها ما عاوز نسيبها. لو اقول لي سيبها انا اقول ما نسيبهاش. اروح فين؟ اروح فين؟ انا كنت عندي 37 سنة حاليا. انا اروح فين؟ اللي في زمايلي بنفس ال ابو رجعتونا ليه؟ انا اروح فين يا باشا؟ رجعتونا تزلونا ما كده متشعلقين ولا ممشينا ولا اعطينا اجرنا. انا اروح فين؟ انا اروح فين دلوقتي؟ وهتروحوا فين اصلا كمان بعد معلش 36 سنة انا اروح فين؟ اروح اشتغل اشتغل ايه طيب؟ واشتغل ايه اصلا؟ نسيب عيالي مثلا في بدل ما كنت قاعد جنبيهم وراجل موظف تمام؟ هنسيبهم دلوقتي انا في الصعيد وروح نشتغل في القاهره اي شغل. وحتى كمان يعتبر برضه انتوا قاعدين في قريه مش عارف ايش قريه فالحياه الشغل قليل اصلا كمان. كل اللي قليل اصلا فين الشغل؟ ما الدنيا واقفه لينا 3 سنين دي. بيوتنا في القرى يا باشا، بيوتنا في القرى كلها نفس الفيديو كان معروض ده. نفس الفيديو زيه نفس الفيديو المعروض ده. تعيد واللي غير عند مكنه ياخذ. انت طبعا طالع بسم الله ما شاء الله من الشغل كده يعني تدمع العلم لما انت يعني ما تشوف المشهون قدامك. ناس تقبض العيد واللي يطير ويروح يجيب فاكهه ويجيب ملابس لاولاده يعني طبعا طبعا التزامات والتزامات يعني التزامات البيت التزامات كده. بامانه يا استاذ اسلام انا جاي العيد والله عيالي ما كسيته من قله الفلوس. طبعا تعمل ايه؟ شوف من قله الفلوس ما كسيت عيال. كم عيد يا استاذ اسلام عندك؟ كم رمضان؟ شوف ودخل عليك رمضان اصلا ما هو ما هي محسوبه يعني اربع سنين باربع رمضان يعني و غير الام يعني ام وثمان اعياد يعني معي ام ثمان اعياد تستحمل ثمان اعياد. امي تعاني بالغده وتعاني بالكبد وتعاني برجليها دي بولس. لو قاعد زي كده لو قامت ممكن توقف. طبعا انا نكفي ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب هي ما يعني ما فيش اي دخل ثاني او معاش ثاني او ليها مثلا او اي حاجه برضه مش معايا اخوات بس كل واحد في حاله ما حدش فاضل حد كل واحد مسؤول من نفسه كل واحد مسؤول من نفسه بعياله ببيته هو مكفي نفسه معاك مرتبك بالعافية كفيك يا اشيل اخويا هو شايل نفسه بالعافية ازاي ما قال لك الا يعني ازاي اساعد اخويا ونطلب مع عيالي ابدا كل الناس بتقول انا بتكلم ان حد من اخواته مثلا هو اللي يساعده مش هو اللي يساعد حد ثاني اللي يساعده في البلد بيقولوا لك ايه بتقبض هتقول يعني اقبض اقول انا اقبض عشان مكسوف لو قلت ما انا كنت عارف مين هيسدد اتفضح ايوه مين هيسدد أيوة. على ازاي موظف مرتبك بص يزفك انت قاعد شغال بطاريه ما انت شغال ازاي تعال نشغلك عندنا شغل شغل انا الطريقه ده طريقه مش هتقدر تتريق عليه هتقول الحقيقه طيب هتقول قدام هتقول الصح هتقول الكذب مش هينفع معاه فاهم وتقول الصح لاي حد يقول لك لا ازاي انت 4 سنين ده انا لا مؤاخذه البني ادم قبل ما يمشي من عندي لو كان شغال تمام قبل ما يخلص قبل ما يشف عرقه روح نفسي اصلا تكون محاسبه انا نفسي اصلا مستغرب من الوضع اللي بيحصل رحنا الجهاز التنظيم والاداره في ابلة فوق قالت ورقكم احنا بعتناه رجعنا تاني للتنظيم والاداره يعني انتوا بتسعوا كمان اصلا لقينا ورقنا ما بعتش كل اسبوع يعتبر في اصلا راحت المديره زعقت فيها راحت طلعت ورقنا بعد ما قالت بعته ايوه كنت انت فوق واحدة في التنظيم والإدارة موظفة زعقت معاها راحت طلعت الورق لقيته قالت لها أنت الورق دي ما بعتهوش لي قالت أصلا كانت مش عارف الأبلة مين كانت في أجازة وما افتكرتهش طب ليه يا ستي ده أنا والله العظيم وحياة النعمة الواحد أستلف أنا في ناس عادت ليها عندي فلوس والله مستلف فلوس عشان ليش
شوف استلف فلوس عشان طبعاً. عشان نيجي نخلص ورق استلفين فلوس عشان نيجي عشان نطلب احنا انت متوقع ان احنا قاعدين الفتره دي كلها ليه واثقين في الله ونعم بالله طبعا ان رب سبحانه وتعالى لن يضيع حق وراءه مطالب انت بتطالب حق بتطالب على حق وكل يموت الا الحق كل موظف يتقاضى الموضوع ده معاكم انتوا التسعه بس احنا التسعه بس من الهيئه مثلا فيها كام موظف احنا كنا 11 في 2 مشوا كنتوا 11 في 2 مشوا طب هي الهيئه تقريبا فيها كام موظف مثلا كلكم على بعض كده المديريه كلها المكان اللي انتوا فيه يعني تقريبا لا القوه كلها ممكن نخش لها في 50 او طب مش معنى او اكتر يعني من 50 مش معنى الموضوع 9 مش معنى انتوا 9 انت الاداره بس عندك 50 واقول لك طب في حد تاني في نفس الدرجات الوظيفيه بتاعتكم زي تمرج بيطري او خدمات معونه وبيقبض في ايوه كتير في ايوه يقبض زملاتنا احنا ما بيقبضوا ايوه بيقبض عندي السبتين اللي جاي جديد علينا الشهرين دول قبض من السبتين اللي جاي بعقد اليومين دول نفس الوقت معلومه الشهرين دول قبض اول احنا على باب اول وانا الفكره انتوا على باب اول انتوا عايزين عشان اول سهويه العقد انتوا يا جماعه في حيز التسجيل والورق موجود يا باشا حضرتك ده زميل يتوظف جيت على باب رابع وباب سادس وباب سادس بالظبط احنا على باب اول احنا على باب اول انت كده في حيز التثبيت اصلا انت كده في حيز موظف رسمي في الدوله بالظبط طب مين ان نقول الناس دوبين عشان يجيب لنا حقنا احنا مصريين وبنحب البلد دي جدا جدا وبنحب شغل الحكومه ولفنا عليه ونسحب لا هو الدليل على كده ان انتوا لسه في الوظيفه لغايه الوقت وبالرغم من اللي بيحصل ده لنا اربع سنين ما قدرناش نسيبوها يوم واصله لك ومنتظمين في شغلكم اربع سنين في اعمالكم يعني ما نقبلوش وما قدرناش نسيبوها يوم مفيش غياب يوم مفيش حد يعني انت عارف لما تروح للموظف يقول لك انا مش احنا سيبناها ليه من الاول يا باشا شهرتنا كانت 90 جنيه في 2007 عادي شهرتي كانت 90 جنيه بالظبط قلت له اعمل لي حفظ وظيفه ليها سلام عليكم كنت فرحان بشهاده الجيش قلت اشوف مصدر رزق بره يا ريتني ما سبتها ده قبل ما اول عقد رجعت اول عقد تعقيد تعليم 2007 اول عقد 2007 كنت انا اخد 90 جنيه عملت لي حفظ وظيفه عشان الجيش حفظ وظيفه ولا ومشيت بس ما كانش في تثبيت ولا حاجه قال مفيش تثبيتات ما سبتوش حد واللي عاوز يمشي يمشي واللي عاوز يقعد يقعد احنا هم قالوها كده في المديريه حتى في الاداره عندنا اللي عاوز يقعد يقعد واللي عاوز يمشي يمشي طب انا اقعد ادوك 90 جنيه في الشهر 90 جنيه 90 جنيه وانت ما مقبض مثلا ما مثبت انتوا متعينين من سنه كام؟ احنا موظفين من يعني الفتره اللي احنا موظفين من يوم 5/12/2016 يعني تقريبا من خمس سنين قضينا فيها خمس شهر 12 الجاي تقريبا العقد مكتوب فيه بموافقه رئاس مجلس الوزراء طبعا هو مفيش تعيينات الا لما الجهتين دول يوافقوا طبعا 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 انا جايب جواب اقول لك من وزاره التنظيم طب التعيين ده كان يعني بناء على مسابقه ولا انتم مثلا هم طلبوا ناس كان مسابقه ولا هم طلبوا ناس ايوه كانت كان مسابقه اول عقد ده كان مسابقه ده من ايام ابو علاء والله يا جماعه انا يعني بجد انا مش عارف اقول ايه ومش عارف غيروا لنا الفيزا طلعوا لنا فيزا غيروا لنا البطاقه دي الورق دي انا جايبه من وزاره من وزاره التنظيم بالقاهره هنا بص يا فندم ثواني يا عم اشرف متلخبطني انت واضح ان في معاك ورق كتير ودرقات ورق كتير يا باشا انا المفروض دي انا على الورقه دي دي العقودات اللي لا دي اللي جبتها من مديريه التنظيم لدرب تمام مصر. ايوه ايوه فاهم طبعا دي انا على الورقه دي المفروض انا نقبض شهر بشهر طبعا انت موظف حكومه يعني انا جايب الموافقه كده هو اللي يا جماعه اللي وزاره الزراعه موافقه وزاره الماليه موافقه وزاره التنظيم موافقه وختموني واعطوني صوره طبق الاصل طب يعني كده الجهات الحكوميه كلها مش مقصره معاكم في حاجه طب ايه اللي الدنيا فيه ما تعرفش الوقف ده جاي من قبض ده كل الادارات اللي انت تابع ليها الوقت ماضيه وختمه ختم النسر اللي انت ما فيش ورقه ما معايا مختومه وجاهزه ما هو كده دلوقتي كل الجهات اللي انت تابع ليها كلهم ماضيين لك وخاتمين لك ان انت من حقك الراتب بتاعك الشهري حقك الراتب بتاعك يطلع لك وادي مفردات طبعا ودي مفردات مرتب ودي مفردات مرتب ودي مفردات المرتب وادي دي مفردات مرتب ده 1286 ده في شهريا شهريا كلكم على نفس الراتب كده ولا كلنا على نفس الراتب الكلام ده قبل المرتب طبعا ده قبل الزيادات ده الورقه دي كده تقريبا من امتى ده اخر المرتب قبضت عليه ولا لا مش اخد لا ده قبل الزيادات دي ده قبل الزيادات دي قبل الزيادات ده يمكن من 2018 و2017 بس الشهور اللي جت قبل الزيادات دي من لكن 19 و20 ما قبضناش من اول 6 اشهر قبضنا فيهم
دولك بيقول لك اقل عامل 2000. حضرتك الواحد لما يخش على المكنه تمام وانت راجل موظف وتضرب الفيزا بتاعتك تلاقيها صفر صفر مفيش اي حاجه. حضرتك مؤدي شغلك على اكمل وجه. ايوه موقفك صح. انا كل ما اضربها اطلعها للورقه دي. انا هجاوب. هو وجه الاستغراب اصلا ان انتوا شغالين وملتزمين في شغلكم ومفيش مرتب. ده الاستغراب. طب والفيزا دي اعطيها لي انا ليه؟ الفيزا تضربها انا ليه اعطيني فيزا؟ او شهرين بالكثير. تأخير الراتب ده عموما بيبقى مثلا ممكن لجزء او لمشكله حصلت او لنوع من التاديب. طيب ما كان بين مكان. انما انت مثلا دلوقتي انت ده انت مش متاخر شهر، متاخر 4 سنين. اربع سنين مش شهر. طيب يا استاذ اسلام بعد اذنك يعني ابو اللي واخد حكم بصرف جميع مستحقاته لي 4 شهور والورق الداس عليه والشهر ما صرفوش ليه؟ واللي واخد تثبيت حكم محكمه هم هو الاستاذ عبد الصمد ورانا الحكم بتاع المحكمه. عند المحكمه. المحكمه عندك انت؟ عند عبد الصمد حكم محكمه. حكم المحكمه بتاع المحامي. والمحكمه معاك بيكم كلكم. دي حكم محكمه بينا كلنا دي 4 شهور. دي حكم محكمه. طب ما تنفذش ليه؟ ما تنفذش حضرتك 29/7 يوم ال 24 الحكم صادر من 29/7 من 29/7 كم 29/7/2020 يعني تقريبا داخلين على سنه الا 5 شهور. سنه الا 5 شهور صادر من محكمه. احنا الكل احنا التسعه. انا اروح نخش على بتاعت الحسابات او بتاعت ال عندكم في الميزانيه ونقول لها زميلي جايب حكم محكمه مش يعني المفروض تصرفوا له؟ قالت لا ده ما كل واحد فيكم يجيب حكم محكمه. طب مش حكم واحد يشد عن الكل؟ قالت لا كل واحد. قلت طبعا انا معايا ورقي خلصان جايبه من وزاره التنظيم وجايبه جاهز يعني عايز الوقت كل واحد من التسعه كل واحد يجيب حكم كل واحد يجيب حكم. دي احنا التسعه طيب ما نديتش عليهم بقى عليها دي هي احنا التسعه خالص. يعني الحكم ده المفروض انتوا التسعه مشتركين فيه. احنا التسعه مشتركين التسعه يعني ماشيين فيه ومشتركين فيه. احنا قضيتنا واحده يا باشا. اما انا فاهم ده بس كلكم على سرعه على الكل يا باشا. لا الفكره هنا انتوا كلكم ماضيين مثلا في نفس القضيه ديت وكلكم القضيه متامل لكم كلكم. لا كل واحد قضيته لوحده. آه. والحكم برضه ما اتعملش بيه. ما اتعملش بيه قاعد زي ما هو. هو حتى هنا في الاسباب الحكم. صاحب الحكم هو في اسباب الحكم طبعا اهوت باحقيه المدعي في صرف كامل اجره المتفق عليه. تمام. طبقا من بنود العقد المؤرخ ب 23/2017. نعم. مجلس الدولة. حضرتك الواحد يعمل ايه؟ بس ما مش الواحد مش عارف يعمل ايه. مش عارف. أقول لكم وحضرتك كل أول مرة كل شهرين في القاهرة كل شهرين في القاهرة كل شهرين في القاهرة إجراءاته ودنيا إجراءاته ومديرية الطب البيطري ووزارة الزراعة ووزارة المالية كل الجهات كل الجهات الحكومية كل الجهات الحكومية كل الجهات المستقلة أو نظرة يعني استغاثة أو نظرة يعني استجابة سريعة تكون من الناس اللي هي طبعا ما قضتش لا انتقاض رواتبها طبعا حتى الآن وحتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة أيوه احنا ناشد المسؤولين. طب الفكره برضه اشمعنى انتوا التسعه؟ مش عارف يعني هما يعني بقيه الهيئه بتقبض مرتباتها تمام اشمعنى مش عارف. طب ليه التاخير ده مش عارفين برضه؟ طب انتوا ما حدش جه قال لكم مثلا انتوا عدم يعني مثلا كده حد جه قال لكم ان عدم تاخير ان تاخير مرتباتكم بسبب كذا كذا؟ ما حدش فتح معاكم الموضوع ده خالص ولا حد كلمكم ولا لا لا هو مش فيش حاجه عندهم غير التثبيت جاي لكم انما ما حدش مثلا جاء لكم تاخير مرتباتكم عشان كده جاي لكم قبضكم جاي لكم ازيد من كده يا باشا احنا جايين على على عملنا باكمل وجه لما انت تلاقي موظف قايم انت كده تقريبا كمان بتعدي مهام عملك اصلا بترش بنفسك وبتعمل بترش بنفسك وبتحجن بنفسك وبتعرض لخطر كده تقريبا بتعدي اصلا حدود كمان ايوه حدود عملك كمان انت بتعمل ازيد من عملك كمان ازيد من عملك المفروض انت ما تعملوش اديت اللي هو شغال انت فيه ده بتاع البيطري تعمل الدكتورة أو الدكتور أنت نساعده بس زي ما بتشوف المستشفيات العادية نساعده بس أنت مساعد ممرض أنت مساعد مجرد مساعد أنت تمرجي بيطري بس أنا قلت عشان إن يعني مع بعضينا والشغل مع بعض نشيله بعضينا عادي الدنيا خلاص الدنيا ماشية بس مش شايلينش وتديني فوق دماغه في الآخر ما ألاقيش قبض ما ألاقيش مرتب قبضني يا عم وأنا أكسر لك حجارة قبضني ولا افوت لك في الحديد طبعا هو المرتب بيدي حافز للعمل إيه؟ اصلا حتى لو انت بتشتغل ساعه تشتغل 10 ده دي قوه يا باشا يا باشا الفيزا تنزل لك فلوس بص حتى لو كان ضعيف انت برضه هتشتغل حتى لو كان الراتب ضعيف هتشتغل طبعا والراتب ده زي الحافز ان انت بتشتغل او بيديك حافز ان انت تكمل شغلك تكمل في شغلك وتستمر
حتى لو ساعه اشتغل 10 و20 كمان لو طلع ايوه والله ما دام هتقبض هتشتغل. بص ما تملش هتبقى مجبور انت في التحصينات في التحصينات هتبقى مجبور لان انت تقعد لحد بعد العشاء تمام برضو علشان ما حدش يقول عليك حاجه او تخدم الناس تمام برضك. في ناس برضك وفي مواطنين برضو اهاليكم برضو يعتبر اهاليكم لان انتوا شغالين معاهم برضو تعتبر اهاليكم اهالينا وكلهم برضو قريبين علينا وناس حبايبنا ومفيش اي برضو زعل ولا اي حاجه. فالواحد ما احنا ما عايزينش غير مستحقاتنا احنا ما قصرناش احنا ما طالبينش غير مستحقاتنا بس. موضوع الرش ده بيجي كل قد ايه مثلا بتطلعوا كل قد ايه؟ بيجي مرتين في السنه والتحصينات ثلاث مرات في السنه حمى قلعيه وجلد عقدي وتسمم دموي. بيبقى في طيب مكافئات في الحاجات دي والاسامي لا ده هو كده اللي اشرف طبعا ما تعمل ايه طيب شغلي وجلد عقدي شغلي انا هحفظ غير شغلي شغل عارف الصندي بيضرب كاسيل والديدان الكبديه وعارف طبعا ان الجلد معايير الشغل طبعا طبعا ممارسه مع الشغل طبعا طبعا ممارسه مع الشغل فهمتني الدنيا ماشيه ازاي يا شيخ اسلام احنا بقينا خبره اربع سنين اربع سنين خلاص خبره عارف انت عارف المحقن شغال بيه ازاي مين بيجيب الوريد من منكم تعمل يعني انا هنجيب الوريد احنا تعلمنا كل حاجه الوريد يعني حقاش يقضي 20 مثلا سنه في الشغلانه او 15 ايوه الوريد ده يعني شغلانه يجيب الحقنه ويسحب دم الوريد الوريد بتاع بتاع المخزن بتاع البهيمه يعني تضرب الحقنه لمخزن السن يجيب الوريد يجيب الوريد هنا بيجيبوه ضرب تحت الجلد تحت الجلد عضل حاجات طبعا انتوا اصلا متدربين عليها في شغلكم طبعا دارسينها مع دكاتره خلي بالك احنا مش متدربينهم وخلاص ما انا فاهم من دكاتره الدكتور بيقول لك اعمل كذا وكذا مرت وكذا مرت عليه سنين وايام مشهوره طبعا اربع سنين ده اربع سنين كتير ده بقى خبره بقى خلاص انت بتحكي معاه استاذ اسلام احنا عارف احنا يعني جاني الدكتور من مديريه الطب البيطري فقال لي يا كرام انا عاوزك تجيب لي وريد الحمامه طبعا وريد الحمامه في جناحها في الجناح قال لي انا عاوزك تجيب لي وريد الحمامه قلت له ما اسالش مني يعني هو استعجل اتعلمت ميته حز يعني حفظتي كله ميته قلت له يا باشا الدكاتره معانا زي العسل ومية مية وهتعلمنا دي كذا ودي كذا ودي كذا اتعلمنا كل حاجه انتوا وبعدين انتوا حابين اصلا مجال العمل برغم عن مشكلته اللي موجوده فيه بس انتوا حابين مجال العمل اصلا يعني قال لي امشي في الصبح نقول له انا مش هنسيبها هنسيبها نروح فين يعني من حبي في الشغل وشغل الحكومه بالذات ما نقدرش نسيبها كلنا زي كده ده لا على كده انتوا شكله انتوا حابين اصلا الشغل كمان بغض النظر عن المشكله اللي موجودين فيها انتوا بتحبوا الشغل اساسا احنا على كده ان انتوا في خلال اربع سنين اللي تعينتوهم حضرتك احنا اتعلمتوا كل حاجه احنا لو ما حبيناش الشغل كنا مشينا من اول شهرين من اول ثلاثه من اول ما قبضناش وما لقينا المرتب واقف من اول سنه كنا سبناه طيب الرش والحاجات اللي بتطلع ديت بيجي فيها مكافئات او حاجه بتيجي فيها مكافآت بس بتيجي للدكاتره بتيجي لل انتوا ما بيجيلكوش مثلا اي حاجه مثلا بتيجي بس بتيجي حاجات رمزيه حاجات رمزيه حاجات رمزيه يعني انا رشيت عند بيت واحد مثلا حاجه بسيطه لك لك هليكو يعني انت ما طللش على الحاجه بتاعت الراجل يعني انت عاوز غير انت عايز تأدي عملك وتخلص وتمشي يعني تقريبا كل اللي بتقبضوه في السنه المكافآت اللي هي او الحاجات الرمزيه اللي بتيجي من الرش والتحصينات هي المكافأة هي المكافأة هم اللي بيحددوها لنا هم اللي حددوها ليك حددوها لينا هم يعني مثلا لو عامل مثبت تمام زميلي وانا اعمل انا وهو شغل وشغال وانا شغال يعتبر زي واحسن تمام هو ممكن يتحط له 500 يتحط له فوق تمام كمان فوق وانت وانا حاجات رمزيه عشان انا ما مثبت عشان انا ما مثبتش او انا ما بعقدش عشان انا بعقد لكن هو كل ما يضرب فيستو يلاقي ده كله فوق مرتبه يعني ياخد مرتبه وياخد اللي الحوافز دي اللي جاي له في الرش وياخد المكافاه وياخد المكافاه والحوافز وكل احنا ما لناش حوافز ولا مكافاه غير فلوس التحسينات بس فلوس التحسينات طبعا ما تعملش حاجه ده اذا جات واذا يعني ممكن كمان تقبض اذا جات وحنوا عليك ايوه اقول لك سنه واثنين وثلاثه ما تقبضهاش عادي مالكش النظر في المكافاه ولا في التحسينات ولا غيره النظر كله في خروج لا ما انا بتكلم هو الموضوع كله في المرتب يعني بس انا بتكلم في فكره حتى يعني مكافاه زي ده زي ده, ده زي اعانه مثلا دي ما بتجيش رقبه والله ما بتيجي ما تجيش خالص اوقات ما بتيجي خالص وبعدين ده كل فتره ده كل فتره ده يعني في السنه كم مره كل فتره جامده يعني سنتين مرتين في السنه طب انا عايز اسمع من كل واحد فيكم كده ايه اللي هو عاوز يقوله في اخر الحلقه لان يعني انا مشكلتكم دي بجد
يعني انا مش عارف انا بصراحه والله احنا بنتعاطف معاكم جدا بصراحه والله اللي حاصل ده والله احنا بنناشد الرؤساء ونناشد الناس المهمه في البلد تبص علينا بنظره رضا ادي اللي عايزينه نظره رضا يعني. تسع اسر كل واحد معاه خمس ست عيال تمام ومعاه بيت لا مصبوب ولا الله قاعد في لا مؤاخذه في الطين زي ما شفت طبعا في زي ما شفت حضرتك في الفيديو تمام يبص علينا بنظرة رضا احنا حابين الشغل لو ما حابينش الشغل كنا مشينا كنا الواحد دور له عليه شغل بره صح اي شغل بره كان اشتغل فيه وكان واكل عياله صح تمام بس انا حابب شغلي انا من الساعه 7 الصبح هكون في شغلي لحد الساعه 2 الظهر بعد كده بتفرج عليا باي شغلانه بره عشان برضو ايه نخش بيتي باي حكايه طبعا ولا داخل طبعا, طبعاً. ربنا يعينكم يا جماعه ويعني احنا بنضم صوت اسره البرنامج لصوت ضيوفنا الاعزاء ويعني بنتمنى برضو من الساده المسؤولين كل من هو مسؤول عن هذا الموضوع انه يتدخل في اسرع وقت لحل المشكله دي على الله وبقول لكم يعني ربنا معاكم برضو تمام واحنا معاكم برضو باذن الله وباذن الله نتقابل الاسبوع الجاي في حلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك دمتم امنين.